ان شاء الله واكيد في بيتك، احنا ان قاعدين شاء الله. في بيتنا الكبير في قناه النادي الاهلي، هنفتح مواضيع كتير ان شاء الله. ان شاء الله تكون يعني حلقه مميزه مع حضرتك. بس نطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع مع ضيفنا الكبير الكابتن رمضان السيد. تقرير اسف، اتفضل. رمضان السيد واحد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم المصرية، لاعبا ومدربا وأحد اللاعبين الموهوبين في تاريخ القلعة الحمراء، والذي حصل على تأشيرة الدخول إلى منتخب الفراعنة من أحد أندية الدرجة الثانية نظرا لإمكانياته الكبيرة وقدراته الفنية العالية، والتي كانت فيما بعد سببا أيضا في تسطير اسمه ضمن سجل العظماء في تاريخ المارد الأحمر. ولد رمضان السيد في 11 من شهر أبريل عام 1957، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة من نادي التصنيع بحلوان في سن 13، حيث انضم إلى صفوف الناشئين وشاهده مدرب فريق الشباب وعمره 14 سنة فقط، فضمه للفريق ومثل الفريق الأول لناديه وعمره 17 سنة فقط، وكان من بين الجيل الذهبي الذي قاد الفريق للعب في الدوري الممتاز عام 1978، حيث حقق التصنيع طفرة كبيرة وقتها. عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1980 انضم للنادي الأهلي وخاض أول مباراة بقميص الشياطين الحمر أمام نادي إسكو في الدوري الممتاز، وفاز الأهلي برباعية نظيفة، وترك الوافد الجديد صاحب 24 عاما بصمته بتسجيل أحد أهداف المارد الأحمر. روح لرمضان، رمضان عاود يشوف جول وغير رأيه وشوف جول. وخلال مشواره مع النادي الأهلي من عام 1980 وحتى عام 1985، حقق رمضان السيد لقب الدوري الممتاز 4 مرات وكأس مصر مرتين، وكان من بين أفراد الجيل الذهبي الذي توج بأول لقب في دوري أبطال إفريقيا للمارد الأحمر عام 1982. وفي سن 29 ودع الملاعب الخضراء مضطرا وهو في أوج تألقه بسبب الإصابة. وعلى الصعيد الدولي يحظى رمضان السيد بشرف أنه مثل منتخب مصر وهو لاعب في الدرجة الثانية، حيث ضمه الشيخ طه للمنتخب المصري وهو لاعب في التصنيع، وارتدى قميص الفراعنة 5 سنوات من 1978 وحتى 1982، وتألق في دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر وكأس أمم إفريقيا 1980 بنيجيريا. عقب الاعتزال اتجه رمضان السيد للتدريب وحفر اسمه كأحد المدربين المميزين في الكرة المصرية، حيث اشتهر باكتشاف العديد من المواهب وساهم في طفرة كبيرة بكل الفرق التي تولى تدريبها.